أخبار اليوم. مكسر في الرجل؟ كسر وكسر في الرجل شرخف. كسر في القدم اليسرى؟ اه. وايه تاني؟ وما كانش قصدي بقى نضفوها وخيطوها. في رجلك؟ في نفس الرجل. انت كنت متواجد اصلا القطر انفجر بعد ما هو بيتضايق؟ لا، قطر 858 بيبقى قدم من كفر الزيات لمنوف. وصلنا 29. بيجي يخزن عندنا. بيخزن عندنا يبقى بيخزن عندنا 5 ونص. المهمة انا بقى في الشركة كنت ملاحظ بروك. احنا 3 ملاحظين بروك شغالين. فواحد بينزل يدفعه بيبقى في الخلفية عشان لو حد مد ولا حاجة على ما نزلوا المخزن. يعني هو جاي انت بتقف. بعد ما بيجي عروسيف يخلي الناس يعني ينزلوا. بقوم انا بقف بالصفارة من ناحية ورا كده وبدفعه وهو بشر الخلفية بتاع القطار. يعني هو بيغير مثلا، هو بيعمل مناورة؟ يعني انت ما انا بقى اللي بعمل المناورة اللي على المناورة بتاع القطار. انت بتبقى واقف تسافر ولا بالجرار؟ على الجرار والخلفية. فبشر الجرار والخلفية بتاع القطار. ونزلوا المخزن. فأثناء كما بالعمل ده فوجئنا بال خلال عمل المناور. وانتوا بتعملوا بقى بعد ما خلصتوا ونزلت على المحطة لقيت الانفجار شغال؟ قبل تدفئة القطار فوجئت بقى بإفطاء الشرطة. يعني هو بعد ما وقف أصلا انفجر؟ وبعد الناس ما مشي كمان نزلت وخلاص فضل القطر. فوجئت بقى من الشرطة بيقول لي ابعد يا محمد تعالى هنا بيقولوا في ايه؟ بيقولوا في قنبلة. وعمال يتصل بقى بالمسؤولين وكلام شغله بقى. من الشرطة اللي هو فبقيت معهم اي حد بيجي حبادوا يا جماعة بتاع ميادوا بقى ما كملش دقيقة ولا اتنين راحت مفرقة. صابتني بقى انا في رجلي والامان احمد يتوفى قدام عيني. قدام عينك؟ ايه ده، انا كرش طلع كله بره. يعني هو بيبعدكوا هو اللي مات؟ ما هو شغله راح ويرحم هو غصيب. ألف سلام سيد أحمد إبراهيم شهاده. هو ده أصلا برضه موظف في المحطة مساعد براد عربية. أيوه محطة مين؟ أيوه مساعد براد عربية. أيوه عم محمد، أنت كنت من تلات مجال فترات من طبعا ما الحمد لله اتاخد من ناحية فرد من ناحية وتم عمله يعني. وتحت الملاحظة تركت معدل لا مش ساب ده المونتاج ده الساب. بدأ في قنبلة بعده كنت انت مندمت اللي رايح لسه احنا رايحين شغلنا على القطر اساسا. يعني انت رايح تشوف القطر؟ ما كملناش، كان مقابلنا الدخانة بال يعني رايح تفتش القطر دي شغلانة؟ لا مش نفتشه، بنشتغل احنا بره من تحت القطر. عمر سعيد الخضراوي. موظف فين يا عم؟ ده عسكري. ده عسكري كان مسافر. محمد مهدي هاشم. عندك 21 سنة. انت كنت راح تركب القطر ولا نزل منه عمر باشا؟ اللي راح طنطا؟ اللي راح طنطا. هو طبعا ده كدمه في الكتف الايسر مع خله. معلش كدمه؟ مع خله. كدمه فين يا ريس؟ في الكتف الايسر مع خله مع تجمع دمه. في الكتف الايسر؟ مع خله. تم طبعا عمل خله؟ مع تجمع دمه. ايوه تم طبعا عمل اللازم له والاشعاعات وكده. الف سلامة يا عمرو باشا. انت بقى سواء القطر حاج عبد الفتاح؟ لا سوري يا عم، مش دسوق ابو غفار. دسوق ابو غفار شغال يا عم خالد محمد. ملاحظ بلوك النوف. ايه؟ ملاحظ بلوك النوف. انتوا كلكم من خد بالك يا ريس، احنا بعنا الناس. عندك كام سنه؟ احنا بعنا الناس لما عرفنا. 43 سنه. يعني كده واحد علشان ايه نستجوب؟ 43 سنه. انت من ضمن كنت رايح عليه ولا كنت داخلين من القطر ولا ايه؟ كنت بقدم المهام بقى شغل. ايه ليه؟ كنت بقدم المهام بتاعتي. يلا روح عليك. بس خلاص خلاص خلاص. هي شذة في اعلى رجلي يعني. الصباع الصغير طارت. والله؟ الصباع الصغير مفتوح. الصباع اللي جنبه مفتوح.
ايه؟ عقلة في صباع صغير؟ وايه التاني خلصي؟ يا خلصي؟ الصباع اللي جنبه في فتح بقى وخيط مفتوح اللي هو التاني ده. وده كان فتح نفقات القنبلة الصباع الأسود.